تتواصل فعاليات معرض صنع في دمياط للأساس بمبنى مشاريع مصر التابع للجهاز بأرض المعارض بمدينة نصر، وذلك تشجيعا للصناعة الوطنية والنهوض بإحدى الصناعات الهامة التي تشتهر بها محافظة دمياط وتحظى منتجاتها بسمعة عالمية طيبة. المزيد ينقله لنا مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. برحب بكم وبكل متابعينا من أرض المعارض بمدينة نصر، حيث استمرار فعاليات معرض صنع في دمياط. هذا المعرض الذي يقام بالتعاون بين جهاز تنمية المشروعات ومحافظة دمياط، هذا المعرض الذي يشارك به أكثر من 70 عارضا يمثلون قصصا مضيئة وفرصا جديدة لمشروعات الشباب في مجال الأثاث، وعرض منتجات مختلفة من الأثاث الدمياطي بأسعار تنافسية لأغلب الجمهور. المعرض يقام لمدة 10 أيام من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء أمام الجمهور، وفتح جميع الأبواب بمنتجات من الموبيليا وأيضا من الأثاث الدمياطي لكافة الجمهور بأسعار تنافسية. عودة لكم مرة أخرى.